لمناقشة الصراع على المناصب في لجان البرلمان في العراق بين شركاء العملية السياسية ودور المحاصصة فيها، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من هلسنبوري الباحث في الشؤون السياسية والأمنية فرات خورشيد. أستاذ فرات، مرحبا بكم. يعني بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان في العراق استكملت موضوع اللجان النيابية لاختيار رؤسائها ونوابهم، ولكن كيف تقيمون هذه الاختيارات التي استبعدت البعض لكي تفسح المجال أمام أسماء بعينها؟ أستاذ فرات تفضل. بداية أهلا بكم كل المشاهدين الكرام. ورد في باب تشكيل اللجان بنص المادة 69 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي عن وجوب مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته في العضوية في اللجان النيابية. هنا نلاحظ كيف أنه تم تقديم الرغبة على الاختصاص والخبرة. اللجان النيابية يتم تشكيلها بتسمية أعضاء من الكتل النيابية يختارهم رئيس الكتلة بحسب قربهم منه وبحسب رغبته بتشكيل هذه اللجنة ومدى الاستفادة التي يترجاها من هذه اللجنة. لذلك حتى اللجان النيابية التي يتم تسميتها يتم تصويت على الرئيس ونائبيه من خلال البرلمان وليس من خلال اللجنة نفسها. نعم. هذا يرسخ المحاصصة التي تجعل كل الكتل النيابية تتفق مسبقا على حصصها من كل لجنة ومن هو من سيترأس اللجنة أو نائبيه، وبذلك يتم إعادة نفس العملية الانتخابية التي يتم بها انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان. يعني هي عملية تدوير للمحاصصة بكل المجالات. إذن أستاذ فرات، المحاصصة كانت لها الكلمة الفصل في موضوع اختيار رؤساء اللجان ونوابها، ولكن إلى أي مدى ترى أن اختيار رؤساء اللجان ونوابها يكشف عن عمق الخلافات بين الكتل التي اتفقت بدورها على تشكيل حكومة محمد الشيع السوداني؟ أنا سبق وأن قلت في لقاء سابق على قناتكم الكريمة بأن الكتل هذه ليست متماسكة، عبارة عن تحالفات رملية لا يمكن أن تستمر أو تدوم إلا بدوام المصالح والاتفاق عليها. لذلك بمجرد يعني بدأ أي صراع على مناصب أو على منافع معينة لتلك الأحزاب يبدأ الخلاف مرة ثانية وتظهر بوادر الانشقاقات بين هذه الكتل التي تبدو ظاهريا متماسكة لتضارب المصالح، وتبدأ عملية ماذا ستعطيني وماذا ستعطيك أو أني سأتوجه إلى شريك آخر يعطيني أكثر مما لديك. أستاذ فرات، إذا ما بحثنا عن السبب، يعني لماذا يعود شركاء العملية السياسية إلى موضوع المحاصصة؟ هل نجح سابقا حتى يعودوا إليه أستاذ فرات؟ بالتأكيد هو لم ينجح ولن ينجح نظام المحاصصة أبدا، ولكن العودة إليه دائما بسبب عدم وجود أسلوب آخر يمكن أن تتعامل به هذه الكتل السياسية مع بعضها. هناك أزمة ثقة، الشركاء السياسيين لا يثقون ببعضهم إلا بقدر ما يتقدمون به من تعهدات فيما بينهم، وهذه التعهدات أيضا لا تكون مضمونة. يعني الخلاف اللي حصل بين الكتلة الكردية والإطار التنسيقي بخصوص الموازنة وحصة كردستان والمبالغ التي يجب دفعها أو تسليمها، هذه تم مناقشتها سابقا قبل التحالف والاتفاق على تشكيل الحكومة، ولكن مع كل أزمة يتم استخدام هذه الأوراق للضغط من طرف على طرف آخر لاستمرار العملية السياسية بما هي عليه من تعثر. إذن أستاذ فرات، في نهاية الأمر موضوع تشريع القوانين وحتى تمرير القرارات ستخضع هي الأخرى لموضوع المحاصصة برأيكم أستاذ فرات؟ بالتأكيد أخي، رأيك صحيح وهذا هو السائد. يعني ما هي القرارات الرئيسية؟ مثلا اختيار رئيس الحكومة هو قرار رئيسي، تسمية الوزراء والتصويت عليهم هو قرار رئيسي، الموازنة هي قرار رئيسي. كل هذه القرارات هل يتم اتخاذها دون حصول توافقات سياسية واتفاقات خارج البرلمان قبل أن يدخل النواب للبرلمان للتصويت عليها باتفاق مسبق بين زعماء الكتل؟ بالتأكيد لا. ومصلحة المواطن مغيبة نهائيا، أين كانت مصلحة المواطن حينما تتأخر الحكومة بتسمية رئيسها لمدة تتجاوز السنة بعد إعلان الانتخابات؟ أين هي مصلحة المواطن حينما تتأخر الموازنة أشهر عديدة بسبب خلافات حول نسب من هذا من يأخذ ذاك ومن يعطي هذا؟ كل هذه لا يوجد أي مكان
لمصلحة المواطن في حوارات ونقاشات الأحزاب والكتل السياسية في الحكومة الحالية وسابقاتها طبعا. كما تعرفون أستاذ فرات أن البرلمان يشرع ويراقب القوانين التي يقرها، هل معنى ذلك أنه لا رقابة على عمل الحكومة بالاعتماد على موضوع المحاصصة؟ الرقابة أخي الكريم هي اللجان النيابية. نعم. هذا هو واجب اللجان النيابية وهذه هي الغاية منها. ولكن بوجود لجان نيابية منبثقة من نفس تلك الكتل ونفس الأحزاب التي شكلت الحكومة والتي هي مصدر الفساد وتدعمه، لن يكون هناك أي نوع من أنواع الرقابة طالما أن الرقيب هو نفسه من جاء من تحت عباءة الفاسد. نعم. يعني لجنة النزاهة ماذا جنت؟ ماذا أعادت من أموال منهوبة؟ لجنة النزاهة أصلا عبء على الموازنة العراقية والمال العراقي، بدل من أن تكون هي الحامي لهذا المال تأخذ أكثر ما تعيد من المبالغ المسروقة، بينما في دول العالم تكون واجبات الجهات الرقابية أن تعيد الأموال المنهوبة وتأخذ نسبة منها. نحن ندفع للجهات الرقابية أموال فوق الأموال التي تسكن على سرقتها. عبر تطبيق زوم، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية فرات خورشيد، شكرا جزيلا لكم.